ليه مهووسه بزيت الخروع؟ لا هو اللي صار، انا مش مهووسه على فكره، انا مهووسه بالمعادن بالحياه. اذا بدك تقولي لي شو عندي هوس بقول لك المعادن، بس زيت الخروع لانه هشام حكى عنه. هشام حداد زميلنا. يس هشام حداد. اوكي شو صار؟ شو حكى هشام حداد؟ حكى يعني ما خلى شيء ما حكى. قلت له اصلا لك ليه؟ لانه انت عم تعطي وصفات للعالم. بس انا ما عم بعطيهم شيء. نو نو بالعكس، انا ما عم اقول لك روحي قصي اصبعك، انا بالعكس انا عم اقول لك هيدي بتقدر تعمل لك هيك. واكثريه الاشياء اللي بحكي عنها فيري افوردبل للعالم الفقراء. بس لهشام طلع يحكي عنك ببرنامج. ما هشام اذا مرته عملت شيء بيحكي عنه. لا لا بس في موجه غضب واعتراض من الناس انه مين هي او شو اختصاصها لتطلع تعطينا وصفات. الرسول يلي هو كان رسول يلي هو حبيب الله وكانت العالم تنتقده، فشو بتتوقعي من شقفه بشريه قاعده بهيدي الدنيا؟ كل انسان بالحياه بده يكون ما بيقدر يرضي كل البشريه. انت هلا قد ايه في عالم بتحبك، في عالم ما بتحبك اكيد، عرفتي؟ بس انا ما عم بعطي وصفه طبيه تتعلق بحياه او موت. لا انا ما عم بعطي وصفه طبيه بتتعلق انت، هذا اللي عشان هيك نحن بقول لك انا ما عم الا للمراه مدام عم تاخذي دواء. لا ما تاخذي دواء، انا عم الا هيدا الدواء بيعمل 1 2 3. الحكيم ما قال لك ليه ما بتبدلي؟ ما في ولا مره قلت لحدا ترك الدواء وشو بدك بالدواء. انا ماني مريم شو بتقولي نور. انا سوري يعني محترمه الان ماني مريم نور، انا انسانه عاديه، انا عم وعي العالم على وجود اعشاب واشياء طبيه بتقدر تساعد الناس صحيا. قد ايه نسبه البنات يلي عندها بي سي او اس تكيسات مبيض هالايام؟ في بنت ما عندك تكيسات مبيض هالايام ليه؟ عالجتي حدا بسبب بزيت الخروع غيرك؟ حوي جوزي هون، انا عندي بي سي او اس تكيسات مبيض ما بقى عندي شيء بس من زيت الخروع. شربتي زيت الخروع؟ بصرتي وبمعدتي كلياتها. لحظه دهنتي ولا شربتي؟ فيكي تشربي حسب انت الكيس. شو انا حطيته بس على 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 السره، لانه السره انت اكلتي فيها ببطن امك 9 اشهر، سو السره هي باب كل الجسم. شو ردك على هشام حداد؟ هشام حداد انسان كثير طيوب، انا ما عندي مشكله معه بالعكس. يعني هلا في اشخاص قالوا لي ما تتضايقي انه هو انسان لو ما انت كنت مضويه ما حيحكي، بس انا ليه كان عندي مشكله او معي عندي مشكله مع العالم المنتقده؟ لانه اوريدي انا كنت ببيئه منتقده، انا كنت ببيئه بوليرز، تعرضتي لتنمر كثير. واصلا اذا بتفوتي على صفحتي ما بتلاقيني بعمل دويت مع حدا الا ما بحكي عنها بالخير، اذا كانت من عبير الصغير ولا بيرت. ما بتعدى على انسان بحكي سلبي، انا ما لي حق، حتى لو كانت الإنسانة أذيتني أنا ما إلي حق أتعدى عليها. فأنا إذا عندي كلمة حلوة أقول لك إياها بقول لك إياها، وما بيجي لعند مدام عم تاخذي كيموثيرابي لا عندي علاج. نو 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 نو، أنا هني عم يفوتوا لعندي على الصفحة بتشوف أشياء لوجهها عم يتغير وجهها. إذا فرجيكي تليفوني كمية شو العالم بشو بزيت الخروع؟ نو يا لا يا قلبي، أنت يمكن مانك حضرتيني على السوشيال ميديا، أنا عندي مليونين فولوور مش كرمال زيت الخروع. كرمال شو؟ أنا عندي مليونين فولوور لأنه العالم بتجرب أشياء طبيعية بقلب بيتها، والتارجت تبعولي هن العالم الفقراء يلي ما معهم يشتروا الكريم اللاروش وما بعرف هالقصص كرمال يقدروا يهتموا ببشرتهم. قلتي لي جايبه شيء لهشام حداد؟ هدية؟ شو هي؟ كادو. نوصل له إياها كادو ولا يهمك. وينه؟ مين؟ لانه ليكي حقول لك شغله، بالحياه ما حلو تتنمري على شخص تنمر عليكي، فحبيت اني اقول له ان انا حاعمل قنينه زيت الخروع وحسميها زيت الخروع لعيونك يا هشام. فعملت له زيت خروع بس هلا لزقتها لانه اليوم ضحكتوني، سو حاعمل له زيت خروع حاط صورته عليها وبيع الزيت مع وجود صورة هشام. سو هيك بيفرح الجو. يمكن ما يقبل عملتي صورته. لحتى خليهم العالم يضحكوا من جوا، لانه هو عن جد بيفوت على قلوب العالم وبيضحك العالم من جوا. فقلت يلا بعملها من جوا بتشفي الجواني ومن برا بتخليك تضحك.